الجزائر اليوم. اشترك الآن. أسفر حادث مرور وقع اليوم بالتاريخ السيار عن احتراق سيارتين، إحداها تابعة للوكالة الوطنية للتاريخ السيار، وكذا إنقاذ راكبيها. الحادث وقع في حدود الساعة 3 صباحا عند المدخل الجنوبي لمدينة بوفاريك بالبليدة. تمثل في اصطدام سيارة سياحية كانت تقل راكبين بسيارة تابعة للوكالة الوطنية للتاريخ السيار، كان على متنها عاملين اثنين. وبحسب مصالح الحماية المدنية فقد تسبب الاصطدام المباشر في احتراق المركبتين اللتان تم إخمادها وإنقاذ الركاب، مع العلم أن راكبي السيارة السياحية كانا محصورين ليتم إجلاؤهم نحو مستشفى بوفاريك لتلقي الإسعافات.